السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. هذا آخر لقاء لي معاكم، وهو عبارة عن محاضرتين الرابعة والخامسة في موضوع Solubility and Distribution Phenomena. كان بالبداية تتذكرون أعطيناكم هو كشكل PDF بداية الكورس، هو موضوع طبعا بسيط لكن بناء يعني على طلبكم انتم قدتم الا صوتي، فراح اشرح لكم اليوم اثنيناتهم الرابعه والخامسه صوتي وانبهكم على بعض الملاحظات. لكن قبل ما ابدا عندي بعض التوجيهات بالنسبه للامتحان اللي هو راح يكون الكتروني. هاي بعد يعني أول توجيه لكم، إنه أنا أعتقد بعض منكم متخوف من الامتحان، أنا أريد منكم إنه لا تخافون، أطمئنكم إن شاء الله الأمور كلها تمشي مثل ما تريدون، ولا تخافون أبد يعني من الامتحان. شغلة اللخ، الإشاعات كثيرة، لا تسمعون إشاعات سواء من تليجرام يجيكم أو الفيسبوك أو طفوا مواقع التواصل الاجتماعي كلها، سدوها أثناء دراستكم، التهوا بس بالدرس، لا تهتمون بأي موقع من مواقع التواصل، بس اهتموا بدرسكم وركزوا من تدرسون حتى تستفادون. شغلة الامتحان التدريب اللي راح يكون عن طريق العمادة، هذا كلش مهم بالنسبة لكم، لازم يعني تركزون تحضرون أولا، لازم تحضرون كلكم هذا التدريب وتركزون علينا كلش مليح، لأن أنتم هاي أول تجربة وإن شاء الله سهلة. الشغلة الأخيرة والأهم من كل التوجيهات هي مسألة الغش. طبعا أولا الغش هو حرام، وأي شيء تعملونه حرام بحياتكم يؤدي إلى عدم التوفيق من رب العالمين حتى لو نجحت بهذا الامتحان. فأنا فقط أريد أذكركم أنه التوفيق هي يعني كلمة كبيرة وليست مجرد النجاح بهذا الامتحان، فأرجو أنه تعتمدون على معلوماتكم وماكو غش، وإن شاء الله نجاح للجميع. على بركة الله نبدي الليكتشر 4 اللي موضوعه solubility of solids in liquids. Systems of solids in liquids are the most frequently and most important type of pharmaceutical solutions. Pharmaceutical solutions like ampoules, syrups, elixirs and others. The solid in liquids are the most frequently and most important type of pharmaceutical solutions. The solubility of a solid in liquid cannot be predicted. ما ممكن نتنبأ بها in a satisfactory manner بطريقة يعني الصحيحة except for ideal solutions. مثالي بس فقط المحاليل المثالية ممكن انه تتنبأ بالsolubility مال solid in a liquid because of the complicating factors that must be taken into account. The solubility of a solid in an ideal solution depends on temperature, melting point of the solid, and the molar heat of a fusion, delta HF. هسه نجي على واحد يعني واحد من ذول الفاكتورات. فالفاكتورز affecting the solubility of a solid in liquids in an ideal solution هي temperature، زيادة temperature تزيد solubility، الmelting point مثل ما تتذكرون أخذناها وأيضا أخذتها يمكن بصف أول كلية بالعضوية، قسم الmelting point مع بعض الأدوية احتمال أو بعض الباودرز يعني سواء solid يعني هو المفروض solid يعني مادة solid، كان خليتهما بالكابيلاري تيوب ودخلتهما بهذا الجهاز وصار له ميلتينج قسم الحرارة، فهذه يعني بالميلتينج أو بال يعني انصهار
قسم الحرارة، فهذا هاي يسموها melting point. فالمواد اللي melting point مالتها طبعا هي يعني خاصية ثابتة لكل مادة بها melting point معينة. فإذا كانت قليلة للمادة هذا يعني أن solubility كبيرة عادة يعني، بينما إذا كانت كبيرة melting point solubility لهذه المادة تكون قليلة. الفاكتور الثالث هو المولر heat of fusion. It is the heat absorbed when the solid melts. طبعا هسه نيجي نحكي ايش معناته heat of solution وايش نفرقه عن الheat of fusion. fusion عادة هو الانصهار، ممكن يعني كتعبير اخر هو الانصهار. فالفاكتور الأخير الـ ideal solubility is not affected by the nature of the solvent. ما تأخذ بنظر اعتبار الـ nature of the solvent. هاي كلها الفاكتورز في حالة الـ ideal solution. إحنا ليش يعني قسمنا solution إلى ideal وأكو real؟ real هو الأهم طبعاً إحنا نستخدمه لأن يعني هو المستخدم، هو أكثر شيء طبعاً هو الريال المستخدم. الأيديال المثالي حتى ندرس يسهلنا دراسة الريال، إحنا نبدي بالأيديال وبعدين ندرس الريال حتى يسهلنا الدراسة. المولر heat of fusion is the quantity of heat absorbed when one mole of a solid melts. مولر one mole of solid melts، إذا واحد mole melting صار للسوليد. The quantity of heat absorbed طبعاً راح يحتاج هو heat، فال quantity كمية الheat absorbed بالواحد mole واحد mole of the solid، هاي يسموها molar heat of fusion. The heat of solution as a solid dissolves. There will be a change in the physical properties of the solid analogous to melting take place. يعني التغيرات راح تشبه في حالة الميلتينج. السوليد من يذوب، من تخلي سوليد بداخل سولفنت ويذوب، راح تكون عنده يعني physical properties تتغير مثل ما يصير melting لأي مادة صليبة. As solid dissolves, it takes energy to break a part of the crystal lattice structure and separate it into ions or molecules to get the individual ions or molecules necessary to form a solution. زيادة الheat of solution تؤدي إلى قلة solubility since high delta H means strong forces. Strong forces فصعب إنه تتكسر، فالسوليبيتي تكون قليلة. What are the properties of ideal solutions? First of all, no change in the properties of the components other than dilution when they are mixed to form the solution. ماكو تغير بالproperties، يعني من نخلط مواد ما راح تتغير الـ properties الأصلية مالتها، سواء الـ vapor pressure، سواء الـ surface tension، سواء الـ viscosity، فما راح يصير تغير. هذا الـ ideal، في حالة الـ ideal solution ما راح يصير تغير بالـ properties of the components. ثاني property هو no heat is evolved or absorbed during the mixing process. لا راح يصير evolving ولا absorbing of heat during the mixing process. And the final volume of the solution represents an additive property of the individual constituents. يعني إيش معناته؟ يعني 5 زائد 6 يساوي 11، 2 زائد 4 يساوي 6. يعني ماكو لهذا الفاينل فوليوم يكون ثابت، ما دام احنا ضفنا 2 زائد 4 فالجواب هو 6. No shrinkage or expansion occurs during when the substances are mixed.
Factors affecting the solubility of solids in liquids in an ideal solution. كل هاي الفاكتورات الفاكتورز اللي قلناها قبل شوية اللي هي melting point, temperature, heat of fusion, هاي عبارة عن solubility of ideal solution. كل هاي الفاكتورز مثلوها بشكل معادلة. فهاي this equation is derived from the thermodynamic consideration for an ideal solution of a solid in a liquid. بما أن أنت ما أخذتم كان thermodynamics أعتقد أخذتم هاي من المعادلة وهي كلش مهمة, لكن يعني للإطلاع فقط, يعني أهم شيء الشرح مال هذا الموضوع. هذا السلايد هو للإطلاع, يعني هاي المعادلة بس فقط للإطلاع. طبعا بيها كثير حساب مسائل حسابية لكن ما جبتوها ولا أريد أدوخكم بيها, لأن أصلا إحنا مطالبين أن نعطيكم المادة يعني أقل من المقرر, فما يحتاج تدوخون نفسكم. فقط أنا أريد يعني تعرفون أنه هاي المعادلة عبارة عن الفاكتورز, يعني تشمل الفاكتورز اللي تأثر على solubility of the ideal solution. From the above equation, we conclude همنا the ideal solubility increases with increasing temperature. At temperature, إذا كانت the temperature يساوي melting point, ال x 2i يساوي واحد maximum solubility. ليش؟ لأن هذا إذا صفر وهذا كله حد صفر, فلوج واحد يساوي صفر. إذا هذا يساوي هذا, كلته هذا راح يكون صفر. في حالة هذا كلته صفر, ال X2i هو عبارة عن واحد, لازم يكون واحد. At temperatures above the melting point, the solute is in liquid state. The liquid solute is miscible in all proportions with the solvent, اللي هو يعني يكون ideal solution. Therefore, there is no need to apply the equation when the temperature of experiment above the melting point of a substance. The equation is also inadequate at temperatures highly below the melting point where delta HF can no longer be used. هذا أيضا للإطلاع. إحنا يعني عندنا عدة examples بهذا الموضوع, فأنا أريد يعني بس إنه أهم شيء تطلعون علينا ما أكثر, ما داخل بالامتحان يعني. Non-ideal solutions اللي هو real solutions. Ideality in solutions presupposes complete uniformity of attractive forces. يعني الideality هو complete uniformity of attractive forces. مثل ما تعرفون attractive forces هي الكوهيسيف والكوهيسيف فورسز والادهيسيف فورسز. فبحالة الايديال يكون لازم يعني كومبليت يونيفورميتي بالنسبه للاثنين اتم, الكوهيسيف والادهيسيف. Many examples of solution pairs are known, however, in which the cohesive attraction of A for A exceeds the adhesive attraction existing between A and B. Similarly, the attractive forces between A and B may be greater than those between A and A or B and B. فالميكسينج اللي هو يكون uniform ويطلع لنا clear solution إذا كان الadhesive forces أكثر من الcohesive forces. Such mixtures are real or non-ideal. فهو الاختلاف بين الـ ideal solutions والـ real solutions هي الـ attractive forces. في حالة الـ real solution مرات الـ cohesive أكثر من الـ adhesive أو الـ adhesive أكثر من الـ cohesive. ما ممكن إنه يتساوون, ما ممكن يكون يعني complete uniformity. فقط في حالة الـ ideal solution راح يكون عندنا complete uniformity of attractive forces.
هذا أيضاً للإطلاع، لأن هو له علاقة بالحسابات بس راح أحكي أول فقرة. إن non-ideal solution the electrostatic attraction or intermolecular forces within the solute and solvent should be considered in interaction. الانتراكشن يساوي solvation. فإذا تحبون تقروها أو ما تقروها على راحتكم. هذه أيضاً للإطلاع. نجي هسه على measurement of solubility. أشو نقيس solubility لأي مادة لأي دواء؟ أشو نقيس solubility؟ طبعا أكو هذا الجهاز، هذا يسمونه fake flask method، أو اللي هو الجهاز اسمه shaking water bath، يعني لأن هو حمام مائي بس بينه شيكر داخله، أو الميثود يسموها shake flask method، هي العبارة عن conical flask، يخلون بها excess amount of drug in each one و to certain volume of the required solvent to ensure saturation، يعني لازم يكون saturated solution. يبقونه يهتز درجة حرارة معينة، سواء 25 أو 37 أو 4 احتمال، بس أكثر شيء 37 يعني درجة حرارة الجسم. فيبقونه بسبعة وثلاثين درجة يعني لمدة 3 أيام أو 24 إلى 72 ساعة، عادة 3 أيام. شيكينج يبقى مستمر لمدة 3 أيام وهو ما يعني saturated solution. بعد ما تنتهي هاي 72 ساعة filtration يعملون لل by filter paper and the filtrate is assayed for its drug content. فيقيسون الدروغ كونتنت الموجودة بعد هذا الشيكينج لمدة 3 أيام عن طريق أجهزة أخرى مثل UV spectrophotometer or HPLC، حتى يعني النتيجة مال هذا اللي تطلع لنا هي solubility of the drug. solubility of salts in water في حالة strong electrolytes لازم تنتبهون على شغلة معينة، مثل يعني إنه breaking of bones تحتاج heat، والformation of bones releases heat في حالة strong electrolytes. تعرفون إيش معناته strong electrolytes وإشنو فرقه عن weak electrolytes؟ ما يحتاج نقوله، يعني كنا ختمها بالإعدادية. بس أهم شيء تعرفون إنه the breaking of bones requires heat والformation of bones releases heat. Endothermic reaction is the reaction in which heat is absorbed. This reaction occurs when heat given off in the dissolving reaction is less than the heat required to break the solid. فالرياكتنس إذا ضفنا له heat يتكون له product اللي هو solution. Mixing water with KCl اللي هو يعتبر strong electrolytes results in a cooler solution. يكون solution اللي يطلع لنا بارد. ليش؟ لأن اللي هو يعني يصير endothermic reaction. Melting ice. Photosynthesis عملية البناء الضوئي هي endothermic reaction. ذول examples على endothermic reaction. إذا قلتولكم بالامتحان أشني examples أو أعطيكم احتمال multiple choice، أشني مثلا photosynthesis هل تعتبر endothermic اللي exothermic melting ice؟ فأنت بالمفروض غادي تعرفوها. According to Li Chatli principle اللي هو كلش مهم هذا البرنسبل بالفيزياء، increasing temperature will lead to increase the solubility because it provides energy to break the bonds. فيقل لنا اللي هذا العالم انه اذا رفعنا درجة الحرارة راح يتحول الرياكشن الى اليمين،
إذا قللنا الحرارة يتحول الرياكشن إلى اليسار، يعني تتغير السولبيتي بتغير درجة الحرارة. الإكزوثيرميك رياكشن is the reaction in which heat is released. This reaction occurs when heat given off in dissolving process is greater than the heat required to break the solid. Reactants تؤدي إلى products plus temperature. For example, dissolve NaOH in water, heat is released. أعتقد كن متم هذا التجربة لما ضفت NaOH مع الماء، وكان قد تلكم عليها أنه لا تخلون NaOH مباشرة على البيكر، لأن احتمال قطرة ماء يصير exothermic reaction ينكسر البيكر، فلازم أول شيء الماء بكمية يعني كافية تتخلى بالبيكر وبعدين ينضاف له NaOH إذا نريد نعمل solution of NaOH in water. To dissolve NaOH in water, heat is released. This is because delta H solution for NaOH is exothermic. Therefore, increasing temperature بحالة exothermic reaction تؤدي إلى تقليل solubility according to Li Chatelier principle. يعني تغير اتجاه التفاعل بتغير ال temperature، وهو temperature من نغيره solubility راح تتغير. Li Chatelier principle tells us that the extent of a chemical reaction can be controlled by the temperature. درسنا الإندوثيرميك والإكزوثيرميك. هل يوجد إيزوثيرميك reaction؟ طبعا يوجد إيزوثيرميك reaction. This reaction is neither endothermic nor exothermic, so any change in temperature will not affect the solubility. مثل ما خلي NaCl مع الوتر ما راح يكون عندنا change بالtemperature، فهذا يسمونه isothermic reaction. خلصنا ال أول يعني أقصد المحاضرة الرابعة، سنجي على المحاضرة الخامسة والأخيرة. Effect of temperature on the solubility of salts can be represented by the use of solubility curves, which are plots of solubility against temperature. عندنا مجموعة أملاح، درسنا solubility مالتهم. Solubility curves are usually continuous، يعني يظل عدل. مثل هذا NaCl ظل عدل، هذا solubility curve are usually continuous as long as the chemical composition of the solid phase remains unchanged. إذا ظل ال NaCl نفسه ما تغير كchemical composition مالته ما تغير، يظل ال curve continuous. نفس الحالة إذا هذه هذا الملح، إذا هذا الملح KNO3 يظل continuous إذا ما تغير بالحرارة ال chemical composition of the salt. But if there is transition of the solid phase from one form to another، إذا تغيرت الفورم أو شكل المادة تغير، a break will be found in the curve، راح يصير كسر أو تغير بالكيرف، such as Na2SO4 10H2O. هذا راح يصير إيوني تغير، بما أنه صار تغير بالكيميكال كومبوزيشن، صار تحول من هذا المركب اللي بينه 10H2O إلى مركب without 10H2O، يعني صار أنهايدروس، كان هايدروس صار أنهايدروس، فتغير الكومبوزيشن مالته والكيميكال كومبوزيشن مالته، تغير الكيرف صار له بريكينج. فsuch as هو هذا ال Na2SO4 10H2O which dissolve with absorption of heat in the thermic reaction to certain point at which there is transition of the solid phase to anhydrous form which dissolves with release of heat exothermic reaction.
NaCl does not absorb or liberate significant amount of heat when it dissolves in water, thus its solubility is not altered much by changing in temperature. هاي كنا كل حكينا عن solubility of strong electrolytes. هسه نحكي عن solubility of weak electrolytes. طبعا تعرفون انت من الويك يعني معظم الأدوية هي weak acidic drugs or weak basic drugs. معظم الأدوية هي إما weak acidic drugs or weak basic drugs. Examples of weak acidic drugs: phenol, phenobarbital, sulfonamides, non-steroidal anti-inflammatory drugs. يعني تعرفون النانستيرويدال بعد ما ختمها البروفين، الاندوميثاسين، الباراسيتامول، الفينول هو انتيسيبتيك يعني هو طبعا بس انتيسيبتيك معقم يعني يستخدم. السلفونامايز هو يعني ترايميثبريم يعني فينو سلفونامايز. فينو باربيتال هذا يتخلى مع انه مع اكو تحاميل بها فينو باربيتال مشهورة يعني مع الباراسيتول يتخلى، فهو كمادة مهدئة ومسكنة. فهذول كلتهم هي يعني كيميائيا هي ويك اسيديك دروكس، كيميائيا هي ويك اسيديك دروكس. واكو عندنا ويك بيسيك دروكس مثل الانتي هيستامينز يعني مثل الالورمين، اللوراتيدين، والناركوتكس يعني الأدوية المخدرة. فهذول يعتبرون weak basic drugs. Now we have some factors that affect the solubility of weak acidic drugs and weak basic drugs. أول factor هو effect of pH. تذكرون أخذنا البفر وليش إحنا لازم نحدد pH معينة للفارماسيوتيكال برودكت من نصنع دواء. ليش احنا لازم مثلا من نصنع قطرة عين لازم pH مالتها تشبه ال pH of the lacrimal fluid يعني مثل الدمع مال العين؟ ليش لما نصنع أمبول أو دواء يعني يتخلى بال يعني بيدخل parenterally لازم الـ pH مالته تشبه الـ pH مال الدم؟ ليش؟ حتى الـ يكون لا يصير pain ولا يصير irritation at the site of action. فإذا الـ pH كلش مهمة بتصنيع الدواء، يعني لازم الـ pH adjustment is very important during preparation or formulation of pharmaceutical products. pH adjustment can be used for oral and parenteral administration. Oral and parenteral administration. Oral يعني مثل syrup تنخذ orally، الإليكزير تنخذ orally. Parenteral مثل ما قلنا لكم parenteral يعني اللي قبل عدم سواء IV or IM. فال pH adjustment can be used for oral and parenteral administration for weak acids. They are soluble in diluted alkaline solutions. يكون هذه الأدوية اللي هي weak soluble in diluted alkaline solution due to the reaction which will result in the formation of soluble salt. تعرفون شنو؟ So acid زائد alkaline يؤدي إلى أو يعني ينتج لنا formation of salt اللي هو يكون عادة soluble. But they may precipitate as the free acid if strong acid substance is added to the solution. ف احنا اهم شيء عندنا الفري اسيد، يعني احنا مثلا اذا عندنا اي مركب كيميائي اللي هو ويك الكترولايت عاده من يصير له يعني من يدخل بداخل الجسم يتحول اما يعني الى ايونز او الى الفري دراج. الفري دراج هو هذا اللي احنا نستفاد منه، بينما الأيونز ما نستفاد منه. فالبروسيستيشن
as the free acid, if strong acid is added, if a strong acid ضفناه على acid راح يصير precipitation, فإذا ما حيفيدنا الدواء أو ما حيكون لنا salt مال هذا الدواء. For example, طبعا انتم هسه ما راح تفهموا الا اعطيكم example عليها. A 1% solution of phenobarbital sodium is soluble at pH values high in the alkaline range. يكون soluble at high pH, but it will precipitate at pH below 8.3. إذا قللنا pH راح تكون لنا molecular phenobarbital. إذا بعد قللنا pH راح يصير precipitation. For weak basic drugs, they are soluble in diluted acidic, بالعكس, in diluted acidic solution due to the reaction which will result in the formation of soluble salt, but they may be precipitate as the free base if strong basic substances added to the solution. فالأتروبين سلفيت اللي soluble ionic form at low pH, إذا زيدنا pH راح يتكون لنا molecular form, إذا زيدنا بعد راح يصير precipitation. Therefore, if we want, طبعا هاي كلش مهمة, هذه الفقرة كلش مهمة. If we want to prepare a clear solution of weak acidic or basic drugs, الباتري دقيقة باتري مع اللابتوب يقعد بس أشيكو وأرجع لكم. Therefore, if we want to prepare a clear solution of weak acidic or basic drugs, we have to know or calculate the pH below in case of acidic drugs, or above in case of basic drugs, which the drug starts to precipitate. يعني pH اللي أقل منه راح يصير precipitation. اللي أقل من هاي pH, يعني إحنا عندنا pH معينة, إذا أقل منه راح يصير precipitation في حالة الأسيديك دروكس, إذا أعلى منه راح يصير precipitation في حالة البيشيك دروكس. فإحنا بالمعادلات وبالرياضيات ممكن أنه نعرف هذه pH بالرقم الصحيح حتى نحدد ها, يعني هي كصعدنا كبوردر لاين نعرف أنه بحالة إذا كانت أقل من هذه pH يصير precipitation في حالة الأسيديك دروكس, إذا أعلى من هاي pH راح يصير precipitation في حالة البيسيك دروكس. فأشو نعمل calculation لل solubility of weak electrolytes as influenced by pH في حالة ال weak acidic drugs؟ نستخدم هذه المعادلة. The pH P here, the pH below which the acidic drug starts to precipitate. The pKa, هاي فتشي ثابت لكل دواء acidic, لازم عنده pKa موجودة موثقة بالكتب. والS, الS هي the molar solubility of drug, the amount of drug added initially to the solution. Well, S not is the molar solubility of the undissociated part of weak acid. فهذه إذا يعني هذه الفورمولا أو هذه المعادلة تعطينا relationship between pH والS اللي هي molar solubility of the drug والS not اللي هي molar solubility of the undissociated part of the weak acid, يعني the free part of the weak acid.
فهذا هاي المعادلة عن طريقة ممكن نعرف الـ pH المحددة اللي أقل من هاي الـ pH راح يصير لنا precipitation. هذا الـ example the mole solubility of sulfur thiazole weak acid in water is هالقد عطانا هو بالمولاريتي اللي هو الـ weak acid عطانا الصولبيتي مالته بالمولاريتي. الـ pKa مالته هم موجودة والموليكلوريت عطانا مال ملح مال صوديوم سلفر ثيازول موليكلور ويت مالته 304. تعرفون انتم الموليكلور ويت وحدته طبعا اورام لكل مول تمام او دالتون. فما دام عطاكم موليكلور ويت يعني هذه لازم اللي نحتاجه يعني طبعا بالجواب. What is the lowest pH allowable for complete solubility in a 5% solution of the salt. فال PHP PKA هذه معروفة. اللوج طبعا هذه الاس اس لا هي اس ناقص اس نوت على اس نوت ما ظهرت واضحة بال يعني انت ملوها المفروض هو الجواب يطلع 9.03. فهذه ايش طلعت لنا هذه الكمية ايش طلعت لنا استخدمتوا الموليكولر ويت وهذا عبارة عن 5 غرام لكل 100 بما انه اعطانا الوحدة في حالة الويك اسيد أعطانا وحدة الصولوبيلتي هي المولاريتي فلازم استخدم أيضا وحدة المولاريتي في حالة الويك أسيد. لا هي بالحالة الويك أسيد أعطانا مولاريتي فأنا بحالة بالصوت لازم يعني يكون الصولوبيلتي الإكسبريشن مع الصولوبيلتي بشكل مولاريتي. أكو قانون مولاريتي يساوي الويت 5 غرام في ألف على الموليكولر ويت في الفوليوم 100 طلع لي المولاريتي خليته بالقانون وهذا الجواب. طبعا أنت ما نغيد تهتمون باي الأشياء البسيطة لأن بالامتحان احتمال أنا أجيب لكم يعني مثلا فراغ أغيد رقم يعني هو سؤال حسابي الجواب أريده رقم فالكمبيوتر من يصلح حسب الرقم الموجود لازم ما تغلطون أبد يعني بالرقم فأنت يعني حاولوا يكون الرقم يعني حتى لا تقربونه كفي بس مثل ما موجود تكتبونه وهذا هو. وأنا يعني احتمال يعني أعطيكم ملاحظات أثناء الامتحان إذا مثلا أكو تقريب أو شيء بس على أكثر لا تقربون. فهذه الـ pH اللي طلعت لنا هي the lowest pH allowable for complete solubility. For weak basic drugs راح نستخدم هذا القانون اللي هو pH يساوي pKw ناقص pKb زائد لوغاريتم الـ S not اللي هي the molar solubility of the undissociated part of weak base على الـ S mole solubility of the drug ناقص الـ S not هي نفس هذه الـ mole solubility of the undissociated part of the weak base. هذا الـ example the mole solubility of codeine S not in water at 25 درجة سيلسية is approximately 0.0279 mole per liter مول بير لتر نفس مولاريتي والبي كي بي عطانا هي مال كودين and the molecular weight of codeine phosphate is 406.37 دالتون. دالتون هو نفسه غرام لكل مول نفس هو يعني وحدة المولكيولر ويت إذا قل كم دالتون أو غرام لكل مول هو نفس الشيء. What is the highest pH allowable for complete solubility in an aqueous solution
of 60 milligram of the salt per 5 ml of solution. فعندنا هسه المجهول الوحيد هو solubility of the salt. أعطانا 60 ملغرام و 5 ميل والمولكيولر ويت. فإذا وهذا بالمولارتي، هذا أعطاناه بالمولارتي أو الوحد، فإذا لازم هذا نعمله بالمولارتي نفس الطريقة السابقة بالإكزامبل يعني السابق، بس هذا ملغرام تحولونه على غرام ويطلع الناتج the pH above which the free base state from solution is 9.43. Now, what are the disadvantages of pH adjustment method? أكيد بها يعني إحنا ما قلنا أهم شيء إحنا نعمل pH adjustment للدرج. زين هل أكو disadvantages للهاي الميثود؟ نعم يوجد disadvantages. Risk of precipitation upon dilution with aqueous media having a pH at which the compound is less soluble. مرات أثناء الديليوشن يصير بريسيبتيشن، فهذه تعتبر ريسك فاكتور يعني بالنسبة لل pH adjustment method. pH adjustment is frequently combined with co-solvents to further increase the solubility of poorly soluble drug. فإحنا عادة ما نستخدم فقط عملية ال pH adjustment method حتى نحسن solubility للدرج، دائما خليها مع غير ميثود، خاصة اسم يعني خاصة الميثود اللي يسموها co-solvency method اللي نستخدم solvent آخر. لما نستخدم solvent آخر مساعد يسموها العملية co-solvency، وهي ميثود خاصة لي يعني to improve the solubility، نستخدمها سوا مع ال pH adjustment method حتى نعمل improving or increasing the solubility of poorly soluble drug. فهل يوجد disadvantages of combined effect of pH and solvent؟ يعني هل أكو disadvantage لما نعمل هاي الميثود اثنيناتهم سوا حتى نحسن solubility؟ طبعاً أكيد أكو disadvantages. أول وحدة formulations rarely use pure non-aqueous solvent particularly injections. يعني injections اللي تدخل قبل على الدم rarely be يعني كلش قليل نستخدم pure non-aqueous solvent يعني oil. ما ممكن نستخدم pure oil solvent في حالة ال يعني injection. For example, ethanol should only be used. ethanol يعتبر organic يعني هو oily ما يعني watery، هو oily. فالإيثانول should only be used up to 10% in an injection to prevent hemolysis and pain at the injection site. فلما يخلون إيثانول مع الأمبولة حتى يحسن solubility مال الدرج الموجود بداخل الأمبولة لازم الكونستريشن يكون معين up to 10%، يعني ما أكثر من 10. up to يعني ممكن أقل بس أكثر من 10 ما يصير. ليش؟ to prevent hemolysis and pain at the injection site. In oral formulations, the allowed percent of ethanol depends on the age. طبعا بالأورال أكثر شيء اللي نستخدمه الإلكزير اللي هو يشبه السيرب. الإلكزير يخلون بينه إيثانول. فالchildren إذا under 6 years لازم الـ percentage of إيثانول ما أكثر من 0.5%. إذا children between 6 to 12 years لازم ما أكثر من 5% إيثانول. children 12 years and adult لازم أيضا ما أكثر من 10% إيثانول. فأكو percent مسموح بها للإيثانول ما تتجاوز 10% في حالة الإنجكشن، وفي حالة الـ oral formulations أيضا هي 10%، لكن إذا يعني أطفال أو أطفال أقل من 6 سنوات لازم بعد أقل
يعني 5% أو 0.5% إيثانول. The other disadvantages of combined effect of pH and solvent is the uncontrolled precipitation occurs upon dilution with aqueous media. مثل ما قلنا لكم ال dilution إضافة الماء إلى ال فورمولا ممكن يؤدي إلى precipitation غير متوقع. The mixture of water and co-solvent decrease the solubility of strong electrolyte اللي هو highly polar. احنا نعرف ان احنا البولاريتي تعرفون انه البولاريتي دايلكتريك كونستانت اذا كان عالي بالنسبه للسترونج الكترولايت هو ليش الماء مذيب جيد لان اللي هو بينه دايلكتريك كونستانت ماتو عاليه اعلى شيء فلما نخلي مع الماء غير سولفنت مثلا الايثانول اللي هو يعتبر 24 ماتو دايلكتريك كونستانت راح تكون النتيجه انه تقل البولاريتي فإذا قلت البولاريتي راح this will lead to decrease the solubility of strong electrolytes اللي هي أصلاً هي highly polar since this mixture is of lower dielectric constant lower polarity يعني هو هذا من نخلط الإيثانول أو الكوسولفنت مع الوتر راح تقل البولاريتي فراح يصير يعني ما بسهولة أو صعوبة يذوب السترونج إلكترولايت اللي هي أصلاً هي هاي بولر. There are additional factors that affect the solubility of solids in liquids. أول شيء يعني the influence of size and shape of the particles. The particle size كلش مهم. إيش قد إحنا نقلل البارتيكل سايز راح يزيد السيرفيس اريا يزيد الريت اوف سوليبيتي بيس فاستر بات نوت ذا اماونت اوف ذا ديزولفد سوليوت هاويفر بالرغم من ذلك مرات الديكريسينج بارتيكل سايز الى درجه المايكرونايزيشن يعني مايكرون يعني 10^6 Very small particle size of drugs often leads to aggregation and agglomeration of particles which result in poor wettability. فما يصير ما يعني بالعكس يصير احنا ما نقلل البارتيكل سايز على مود السوليبيتي تزيد بهالحاله بالعكس راح يصير poor wettability فما راح تتحسن السوليبيتي بالعكس. الارنجمنت اوف موليكولز within the crystal ايضا كلش مهم لان ليش؟ لان في حاله الكريستالاين سبستانس اكو كومباكتنس اكو سيمتريك يعني فورم يكون عادة low solubility الدواء اللي يكون على شيء يعني اللي هو يكون crystalline substance يكون low solubility ماتو قليلة لكن في حالة الامورفوس drug وطبعا هذه يعني هي خاصية من يعني من الدواء احنا ما ممكن انه نغيره هي فد شيء تابع للدواء مثل ما انت يعني مثلا انت اسمك احمد او انت اسمك زينب او انت اسمك زبيدة ما تتغير فد شيء ما يتغير صفتك انت الله خلقك مثلا كريستالين سبستانس او انت بلد بتشابه امورفوس فهي من خلقة الدراج هو امورفوس فالسولبيتي ماتو هاي الدواء اللاخ كريستالين السولبيتي ماتو قليلة فهي تعتمد على الارنجمنت اوف ذا مولكيولز وذين ذا كريستال. Other factors affecting the solubility of solid in liquid هي الانفلونس اوف سيرفاكتنت. اخذتم السيرفاكتنت اللي مثل التوينز اور سبانز فالسلايتلي soluble substances may be brought into solution by the solubilizing action of surface active agents. هذه surface active agents هي surfactant فكان عندنا محاضرة بالعملي ممكن تاخذوها اعتقد يعني راح تاخذوها هالكورس تأثير ال surface active agent او surfactant على ال solubility وطبعا راح تتحسن ال solubility لان هو يشتغل مثل شغل
المطهرات أو المواد التنظيف، بس طبعا هو يعني مواد، هي مادة تشبه الصابون، تشبه التايت، تحسن السولوبيتي طبعا احنا ما نستخدم تايت الدواء، ولا نستخدم يعني صابون مع الفورميليشن اوف ذا دراج، بس هي تشبه هذول المواد، صفاتها تشبه هذه الصفات، مثل الصابون ومثل تزيد السولوبيتي اوف سلايتلي سوليبل سبستانسز. الانفلونس اوف كومبلكسيشن، كومبلكسيشن ايذر انكريز ذا سولوبيتي اف ذا كومبلكسينج ايجنت از سوليبل. For example, complexation of aspirin with trisodium citrate. أيضا كان أكو محاضرة بالعملي ندرس نضيف trisodium citrate اللي تعتبر complexing agent، نضيفه إلى الأسبرين، نلاحظ أنه تحسن، أش قد تزيد trisodium citrate الكمية مالته، أش قد تتحسن solubility of aspirin أكثر، فتعتمد على complexing agent. لكن مرات بالكمبلكسيشن راح يصير decreasing the solubility، يعني ما دائما الكمبلكسيشن يؤدي الى increase the solubility، مرات يصير decrease in the solubility. امتي؟ if the complexing agent is insoluble، مثل tetracycline with calcium containing compounds such as milk. ولهذا دائما يعني راح يتكون complex من تشربون حليب أو مواد يعني يسموها مشتقات الحليب مع التتراساكين، راح يصير كومبلكس، يتكون كومبلكس بجسمكم، ولهذا يحذروكم دائما من أنه إذا تستخدمون تتراساكين هذا الدواء اللي ينعطي 4 مرات باليوم، ما ممكن أنه تأخذون مشتقات الحليب أو الحليب معانه. ليش؟ لأن راح يتكون كومبلكسينج ايجنت، فهذا الكومبلكسينج ايجنت هو إنسوليبل، فما راح يأثر التتراساكين، ولا راح يدخل البلد، ولا راح يعني يؤدي إلى تأثيره النغيد كأنتيبايتيك. فمرات الكومبلكسينج ايجنت إذا كان إنسوليبل راح يقلل السوليبيلتي أوف ذا دراج. آخر شيء إنفلونس أوف هيدريشن، ذا هيدروس كومباوند such as XH2O is less soluble than the anhydrous form اللي هو الـ X. هذا لأن بينو ماي يكون أقل soluble، بينما اللي ما بينو ماي يكون more soluble. طبعاً هو هاي خلصنا solubility، احنا الشابتر كان اللي هو مع الكتاب مارتن اسمه solubility and distribution phenomena، خلصنا كل هذا القبل كان على solubility ولأهميتها أخذناها محاضرات 4، لكن distribution of solutes between immiscible solvents أو هو يسمونه distribution phenomenon هسته راح ندرسه. If an excess of liquid or solid is added to a mixture of two immiscible liquids, it will distribute itself between the two phases so that each becomes saturated. If the substance is added to the immiscible solvents in an amount insufficient to saturate the solutions, it will still become distributed between the two layers in a definite concentration ratio. فال C1 and C2 are the equilibrium concentrations of the substance in solvent 1 and solvent 2. الشرط مالتنا انه عندنا تو سولفنتس اثنيناتهم امسيبل ينخلطون سوا، ونخلي معاهم ماده سبستانس او دروغ مالتنا. لما نخلي الدروغ بذول الاثنين تو سولفنتس اثنيناتهم امسيبل، يعني مثلا ايثانول مع يعني او اويل اوليف اويل مثلا زيت مع الماء اثنيناتهم امسيبل، فاحنا لما نخلطهم سوا ونخلي مادة سوليوت يعني مثلا أي دواء مثلا أو ملح داخل هاي الميكستشر، فإيش راح يصير؟ راح يصير distribution of the solutes between two faces أو two solvents.
كونستريشن معين راح يكون بالأويل فيس وبكونستريشن معين راح يكون بالووتر فيس. فهاي الريشيو سي 1 على سي 2 يسموها لوج بي او كي. هاي ايش يسموها؟ يسموها هذه اللو يسمونه ديستريبيوشن لو، هذا القانون الديستريبيوشن لو، وهو الاكوليبريم كونستانت، هو طبعا كونستانت. كي يسمونه ايضا ديستريبيوشن ريشيو، عنده كثير الاسماء لان مشهور وكلش مهم. ديستريبيوشن كوفيشنت اسمه ديستريبيوشن كوفيشنت which is constant at constant temperature، يسمونه ايضا partition، هو اهم شيء partition coefficient log p distribution coefficient. فهاي كلتها تؤدي لنفس الفكرة والمبدأ مالتنا مثل ما شرحت لكم. هذا الاكزامبل عندنا boric acid is distributed between water and amyl alcohol at 25 درجة سيلسية. The concentration in water is found to be 0.0510 molarity and in amyl alcohol it is found to be 0.0155 molar. which what is the distribution coefficient؟ فالk ممكن انه نعمل الc concentration of the boric acid in water بالبسط والconcentration of boric acid in alcohol بالمقام، فتطلع لنا النتيجة. لازم نذكر aqueous على organic، aqueous نقصد الووتر على organic اللي هو أمال الكحول at 25 درجة سيليزية، وإذا كانت إذا بالعكس بدلالة الكحول فوق concentration يعني of boric acid in alcohol على concentration of boric acid in water راح تكون النتيجة هكذا. بنفس الوقت لازم نذكر هي عبارة عن organic على aqueous at 25 درجة سيليزية. In both cases the partition coefficient أو log P gives us idea about the solubility of the compound. يعني بهذه هاي البارتيشن ايش نستفاد منها؟ البارتيشن كوفيشنت تعطينا فكره عن solubility of the compound. زين ايش ني الفارماسيوتيكال امبورتنس اوف بارتيشن نوليدج؟ ليش نستفاد منها احنا بالصيدله؟ اول فائده هي البريزرفيشن اوف ووتر اوف اويل ووتر سيستم، يعني المواد الحافظه شلون يعني تشتغل، المواد الحافظة شلون تتكون، شلون يعني يكون عنده فعل حتى تقتل البكتيريا. المواد الحافظة اللي نستخدمها خليها بالفورميليشن مال جيل، خليها مال ايمولشن، خليها سواء اورالي تنخذ او توبيكال، فنستخدم البريزرفاتيفز عادة. فاحنا شلون يشتغل البريزرفاتيف؟ ايش الميكانيزم اوف اكشن اوف بريزرفاتيف بحيث يقتل البكتيريا؟ The absorption and distribution of drugs throughout the body. أيضا نستفاد من هذه اللوك بي والفكرة مع اللوك بي أو الديسوشيشن كونستان العفو distribution phenomena نستخدمها بالabsorption and distribution of drugs throughout the body. ليش؟ لأن يعني داخل جسم الإنسان عندنا blood اللي هو aqueous وعندنا GIT بها lipid layer، فأشون يخترق الدواء GIT ويروح إلى البلد عن طريق lipid layer. فهذا لازم نفتهمه اللوك بي حتى نعرف أشون الدواء يصير له absorption distribution throughout the body. آخر شيء extraction of active ingredients from crude drugs، هذه بالعقاقير تاخذوها بالتفصيل، عملية الـ extraction. هسه نجي على وحدة نشرح عليها preservation action of weak acids in oil water systems. solutions of food drugs and cosmetics are subjected to deterioration by microorganisms. حتى يعني نمنع هاي العملية الـ deterioration. sterilization and addition of chemical preservatives are common methods
used in pharmacy to preserve drug solutions. طبعا اي شيء بينهم ما يكون بسهوله صار deterioration. ليش؟ يعني البكتيريا يعجبها الماء، يعجبها يعني تنمو وتعيش بالماء. فاي فورمولا عاده اكثر شيء الفورمولا اللي بيها ماء تكون susceptible to deterioration more than other formula. فبنزويك اسيد in the form of its soluble salt صوديوم بنزويت، هذا السولت مالته، وهو البنزويك اسيد اللي هو يعتبر weak acidic drug is often used as a preservative. يعني هو ينضاف الى الفورمولا إضافة إلى المواد الأساسية مع الفورمولا، يضيفون البنزويك أسيد أو الصوديوم بنزويت حتى يعتبر كمادة حافظة للفورمولا. The preservative action of benzoic acid and similar acids is due almost entirely to the unionized acid and not to the ionic form. عادة preservation يعني سببه أكثر شيء للأنيونايزد أسيد، يعني الفري أسيد، يعني اللي هو ما على شكل أيونات، and not to the ionic form, and this is due to the relative ease with which the unionized molecule penetrates living membranes. ليش؟ لأن living membranes اللي يدخلها عادة الأنيونايزد form، يعني شكل الأنيونايزد form هو اللي يخترق الممبرينز، سواء مثلاً الجلد أو أي ليبيد لير تعتبر، يعني هي تعتبر ليفينج ممبرين. عادة الأنيونايزد هو اللي راح يكون هو اللي يخترق وليس الأيونايزد. Since it consists of large non-polar portion that is soluble in the lipid membrane of the microorganism, so it can penetrate rapidly. Bacteria in oil water systems are generally located in aqueous phase and at the oil water interface. Therefore, the efficiency of a weak acid such as benzoic acid as a preservative for these systems is largely a result of the concentration of the unionized acid in the aqueous phase. This schematic representation of the distribution of benzoic acid between water and an oil phase demonstrate or show you that the benzoic acid, اللي هو هذا البنزويك أسيد, can dissociate in oil phase and form a compound which is not similar to the compound when dissociate in the water phase. بس احنا اعتمادنا كفعل او كشغل ويشتغل كpreservative action اذا كان هو على شكل unionized. هذا unionized هو اللي راح يعبر من الـ oil phase الى الـ water phase. والشغل ك يعني ك mechanism of action of preservation احنا نعتمد على الـ undissociated form of the بنزويك أسيد. يعني هذا ما ممكن هو اللي يشتغل كpreservative action، ما عنده preservative action. The oil phase is depicted as a magnified oil droplet in هذا، يعني كأنه droplet oil droplet in an oil in water emulsion. This page represents a page in this book, Handbook of Pharmaceutical Excipients, 6th edition, page 61. يحكي على كل المعلومات الخاصة بالبنزويك أسيد، سواء structure مالته, applications in pharmaceutical formulations or technology. فهذه أهم شيء أنا عندي، أنتم يعني شغلات الستركشرات أنا ما أغيدها بالامتحان. هذه كيمياء ما أغيدها بالامتحان، بس أهم شيء تعرفون الـ functional category، هذه داخلة applications in pharmaceutical formulation or technology، هذه داخلة استخداماته وين يستخدم، بلا أرقام ما أغيد أرقام.
هوني هاي ما حاجه هاي هم ما اريده. الانتي مايكروبيال اكتيفيتي هذه تقروها ايضا مهمه، ايضا بلا ارقام ما اريد ارقام. هذه الديسوشيشن كونستانت هم مهمه، ديسوشيشن كونستانت يعني كي اي مالته مال بنزويك اسيد، والبي كي اي مالته تختلف باختلاف التمبرجر باختلاف الكونستريشن. The absorption and distribution of drugs throughout the body مثل ما قلت لكم GIT يتحول الدواء خاصة إذا الأورالي ينخذ أورالي فهو راح يتحول إلى البلد عن طريق الليبيد لير. فالدراسة مالتنا في إذا درسنا دواء وغفنا اللوك بي مالته اللي عبارة عن concentration of the drug in the lipid layer على concentration of the drug in the water layer ممكن إنه نتنبأ عن درجة العبور مالته أو penetration مالته to the systemic circulation. يعني هذه الأشياء اللي ندرسها بال in vitro study يسموها in vitro study ندرسها حتى تسهل لنا فهم الـ in vivo study اللي بداخل جسم الإنسان شلون واحد يعني تكون عملية الـ absorption and distribution of drug، هل إنه هو بسهولة يصير الوصول يصل إلى الـ blood اللي لا أو ما يصل أصلاً. فكل هذه الأرقام ممكن إنه نستفاد منها حتى نفهم الـ solubility of the drug inside our body. The extraction of active ingredients from crude drugs هاي قتلتم عليها بالعقاقير تاخذوها، عندنا separating funnel بينو two immiscible solvents، خلينا الدواء مالتنا خضيناهم لازم نخضهم shaking اثنيناتهم سوا، وهو راح يكون concentration معين بالorganic phase اللي هو دائما يكون أعلى الأعلى لأن density مالته أقل، والconcentration مالته بالأكيوس فيج أيضا ما حيكون يعني يختلف. فإذا سحبنا بس هذا الفيس راح نقدر أنه نفصل الاثنين آتم وبكونستريشن معين ندرس الدواء بكل كونستريشن ونقيس الكونستريشن مالته ونحسب اللوك بي. وممكن أنه نستخدمه بعملية الفصل، يعني مثلاً إذا عدنا كلش يعني تجربة بسيطة، عدنا عندك بالبيت زيت الطبخ مع ماء تخلطهم سوا، وأنت تريد عندك وشكر تخلي يعني شكر أنت تريد تفصل، يعني هو الخليط عندك شكر وماء وزيت، فأنت تريد تعمل separation لتأخذ الشكر اللي هو يعتبر أنت اللي تريده الأكتف مالتك، أنت تريد الشكر تريده، إيش تعمل؟ تعمل عملية فصل، تفصل الاثنين آتم. طبعاً الشكر وين راح يجي؟ راح يجي مع الماء، ولا راح يجي أصلاً، ولا كونسنتريشن مالته كلش قليل بالأويل، فأنت راح بهالحالة تستطيع عملية تعمل عملية separation by يعني and move the phase in which it is most soluble اللي هو الووتر. أشكركم على إصغائكم وإن شاء الله استفدتم من محاضراتي، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.